صباح الخير، بنصبح على كل مشاهدي شبكه ان تي ان وقناه ناين لايف في كل مكان. اول صباح بعد اول برلمان حر باختيار الشعب وباراده شعبيه حره. مش معترضين على اي حاجه ومش هنتكلم في اي حاجه، بس نفسنا في حاجه واحده، ان كل الناس دي اللي شفناها امبارح اختلفنا معاهم اتفقنا معاهم، عايزينهم يشتغلوا وعايزينهم ما يغزلوش الشعب اللي اختاره. صباح الخير يا ساره. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا ساره، اتفضلي يا ساره. صباح النور على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. النهارده يوم فيه احداث كتير، لانه فيه فقرات كتير كلها متعلقه بالاحداث اللي بتحصل او الجاريه في مصر دلوقتي. بكره ثوره 25 يناير هنحتفل بيها كلنا مع بعض، وكمان هنا في نهارك سعيد ان شاء الله اليوم عدي في امان، ما يحصلش اي مشكله خالص، تكون الدنيا اهم حاجه بس تكون المباني المهمه بتاعتنا نكون مأمنينها كويس قوي. يعني لازم بقى نتعلم من اخطائنا. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير ساره. صباح الخير رانيا. صباح الخير مشاهدي ناين لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل والانجاز لحبيبتنا مصر. النهارده انا واحنا على الهوا كده افتكرت اليوم تاني يوم التنحي، تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. لما كنت هنا انا وعايده على الهوا برضو من حوالي سنه الا. النهارده برضو عندي احساس ان احنا برضو حصل حاجة مختلفة أو إنجاز كبير، وهو الاجتماع اللي احنا شفناه امبارح اللي هو مجلس الشعب أو أول جلسة في مجلس الشعب. أنا مبسوط قوي يا رانيا ومبسوط قوي يا سارة عارفة أنت لما يبقى فيه كاميرا كده بتصور مجلس الشعب من فوق والناس كلها مجتمعة، حاسس بأمل، حاسس بتفاؤل، حاسس بأنه احنا يعني دي خطوة من ضمن الخطوات بتاعة الثورة، أن احنا عملنا خطوة جديدة، عملنا في حاجة إنجاز حصل. بغض النظر بقى عن المشاكل اللي جوه، بغض النظر عن الناس اللي جوه، هنعرفها يعني الأيام اللي جاية هنعرف الناس دي بتتكلم بجد ولا بتهزر، الناس دي عايزة مصلحة مصر وفعلا نائبة عن الشعب ولا لأ، هنعرف. لكن بشكل عام حاجة جميلة جدا إن احنا وصلنا للمرحله دي. الاجمل بقى يا اشرف ورانيا، في حاجه مهمه جدا لازم احنا نبقى عارفينها وناكد بقى على نفسنا فيها قوي، ان احنا نفضل متابعين الناس دي. مش انتخبناهم بقى وخلاص وقعدوا في البرلمان والدنيا مشيت وهتيجي انتخابات الرئاسه وهتمشي برضو، لا احنا لازم نتابع الناس دي كويس قوي عشان ما يتكررش. افتكر ان هم هيبقوا تحت سبوتس كثيره جدا، وافتكر ان هم عارفين ان هم هيكونوا متابعين بشكل كبير جدا من كل الشعب اللي اختارهم، وافتكر كمان ان هم هيكونوا حريصين على ان هم ما يخذلوش كل مصر اللي اختارتهم بصرف النظر عن هم دول اللي احنا مقتنعين بيهم او مش هم دول اللي احنا مقتنعين بيهم. بس يعني هيكون عندنا النهارده كمان فقرات تخص البرلمان. افتكر يا اشرف هيكون معاك فقره عن البرلمان هتتكلم فيها بالتفصيل اكتر. عندنا الاستاذ محمد غريب الصحفي بالمصري اليوم والمتخصص في شؤون البرلمان، هنتكلم عن ايه اللي حصل ونفسر ايه اللي حصل. هو متخصص في البرلمان يعني متابع مجلس الشعب ده من سنين، فهنساله غير انه كان حاضر امبارح الجلسه الاولى كمان بالظبط، هنساله عن ايه الفرق اللي شافه ما بين برلمان 2010 و2005 و2000 و12 اللي هو كان امبارح. ايه تاني كمان هيكون معانا فقره، وهي ضيفنا فيها هيكون دكتور عمرو عدلي، وهو عضو في الحمله الشعبيه لاسقاط ديون مصر. والحقيقه الحمله الشعبيه بترفض اسقاط ديون مصر او بترفض الاقتراض تماما، ودي هتكون فقره من فقرات يومنا النهارده. ساره كمان هيكون عندك انا معايا فقره النهارده مع دكتور صديق عفيفي، هو الاستاذ الجامعي وعضو عضو الهيئه العليا لحزب الوفد. في كمان فقره الصحافه اللي دايما بتكون موجوده معانا كل يوم في نهارك سعيد، هنعرف كده اهم الاخبار والمنشطات الموجوده في الجامعه. عندنا فقره برضو عن اللي هيحصل بكره. امبارح اجتماع مجلس الشعب او انعقاد جلسه مجلس الشعب اول مره بعد الثوره، وعندنا بكره ان احنا بنحتفل بثوره 25 يناير اللي الناس فيها هتنزل هيحتفلوا، وجزء منهم برضو هيقول مطالب ان الثوره لسه تكون مستمره. عندنا فقره خاصه بهذا الموضوع مع الاستاذ محمد عيد عوده عضو المكتب التنفيذي لائتلاف مصر الحره، ومحمد طه عضو مجلس امناء الثوره والاستعدادات الخاصه ب 25 يناير. الفقره اللي جايه سريعا مع زميلتي الحبيبه ساره و الأستاذة أمينة خيري الصحفية في جريدة الحياة اللندنية. نهاركم دايما تفاؤل يا رب.